فويس هو برنامج اللي فيه بزاف ديال الشفافيه. برنامج اللي عرفت راسي بلي غنتعلم منه بزاف ديال الحويجات, ومن صغري وانا كان كيعجبني هذا زعما كيعجبني نشارك فيه. سبب الاختيار ديالي للاستاذ راغب علامة, كيف سبق وقلت انه كان هو من بين يعني افضل المغنيين او يعني النجوم المفضلين عند ماما الله يرحمها. وانا كانت الموت ديال ماما, يعني ماما كان عندها سبب من الاسباب اللي خلتني انا نمشي نشارك في برنامج دو فويس, وبما انه هي كان يعني مفضل عندها فقلت نختاره باش نحس براسي انه بحال الا شويه كنحاول انه نحقق لماما الحلم ديالها, ميم سي ما معايش, مي كان انا كنحس انه خصني ندير الماكسيموم باش انني نحاول نحقق داك الحلم. لا ما كنتش مدللة نهائيا, هو غادي نكون شويه مغروره الا قلت لكم انه كان كيقول داكشي اللي كاين, يعني ما كانش كيقول شي حاجه ما كايناش, كان كيقول لي صوتك زوين, وكل ما كانش صوتي زوين يعني ما كنتش غادي نكون اصلا موجوده في البروغرام. بالعكس انا كنشوف انه كان كيعطيني نصائح اللي استفدت منها يعني, واللي غنحاول انني نخدم عليها من هنا لقدام. كان كيعطيني نصائح في انسو كي كونسيرني يعني في الغناء, يعني كان تيقول لي هاد الطبقه راه ما مولماش للصوت ديالك, حاولي تغني هنايا, حاولي تستعملي هادي, يعني فهمتي. كان كيعطيني حتى اغاني جداد اللي قال لي يعني يقدروا يجوا لك مع صوتك, اللي يقدروا يناسبوا ستايل ديالك. فهاد الشيء اللي تعلمته من الاستاذ راغب علامة. الاستاذ راغب علامة انا وياه باقين على تواصل, كيف قلت لك الحمد لله العلاقه ديالنا زوينه بزاف. كيف هو قال يعني في قدام الجمهور وقدام المشاهدين انه من هنا لقدام يمكن يجمع بيني وبينه عمل, فيمكن واحد النهار يخرج الجديد ويجمع بيني وبينه عمل, وهذا الشيء غادي يكون شرف لي اكيد. لا انا كنفكر نقلب كاع على لونغلي, كنفكر نقلب انا ما يعني ما كنفكرش باقي نكمل اوكسيدونتال, ما كنفكرش باقي نغني اوكسيدونتال, لانه كيف كنعرفوا حنايا في المغرب الاوكسيدونتال ما يعني ما عندوش جمهور كبير, فكنفكر انه نغني بالعربيه. وتلقيت بزاف ديال الميساج ناس كيقولوا لي زعما صوتك زوين في العربيه, بوركو با يعني ما تجربيش تغني بالعربيه, فغنحاول ان شاء الله. هاد الفكره والله ما جات لينا على بالنا, غادي نقولها لهم دابا كيف نسالي, غنقول لهم راه كاينه واحد الفكره زوينه وغادي نحاولوا اننا علاش لا, بالعكس غتكون حاجه زوينه, و بالعكس هاد الشيء غادي يزيدنا واحد الاضافه اكثر, فان شاء الله علاش لا. اول شيء دو فويس علمني الصبر, يعني فريمون كنا كنصبروا لانه كنا كنعانيوا من واحد الضغط ستريس, كنديروا دي زونطريمون كثار يعني بزاف ديال الوقت, فاوبليجي خاصك تصبر, وهذا الشيء اللي تعلمته من دو فويس يعني الصبر. وبلس يعني دي اكسبيريونس, هي كانت اكسبيريونس زوينه, تعلمت منها بزاف ديال الحويجات اون سو كي كونسيرن, كيف قلت لكم يعني لا فوا, كيفاش نتحكم في لا فوا ديالي, شنو اللي يوالمني شنو اللي ما يوالمنيش, دونك هذا الشيء اللي كاين. هو
صراحه الله مازال كان ما بغيتش ندير اي حاجه، يعني ما بغيتش ندير شي حاجه اللي ما تكونش يعني 100% راضي عليها الجمهور او المعجبين ديالي. فكنفكر انه نهار نبغي ندير شي حاجه تكون شي حاجه اللي في المستوى ونكون حتى انا يعني راضيه عليها. هو اللقب ماشي ضاع، بالعكس فهد ورضوان تبارك الله عليهم وصلوا لفينال، وهذا الشيء يعني شيء مشرف، ووصلوا للمرحله اللي زوينه بزاف. وبالنسبه لي ماشي يعني ماشي بالضبط خاصك تاخذ اللقب باش يعني باش تكمل في المسيره الفنيه ديالك، بالعكس هما وصلوا لمرحله زوينه بزاف وكنتمنى لهم كل التوفيق. وحنا كاملين وصلنا لمرحله زوينه بزاف وكتبنا الحب ديال الجمهور، وهذه هي اهم حاجه. اللقب كيبقى غير لقب، يعني الانسان ما خصوش يحبس، الاهم حاجه شنو جاي من مورا دو فويس. بور لو مومون لا، مازال ما كاين حتى شي عرض زواج، والله ما كنفكر فيه. زعما الحاجه الوحيده اللي بغيت هي انه نركز على لا كارير ديالي اللي هي اهم حاجه دابا بالنسبه لي. مواصفات ما عرفتش حتى يبان هو، بعدا نشوفوا المواصفات. مواصفات يعني غير يكون رجل مزيان ظريف، كيف كيعرف يتعامل، يكون ما فيش الكذوب ما فيش الخيانه، يعني اي حاجه حنا العائلات كنا عندنا مواصفات اللي كنبغيوها تكون في الراجل، فهذا الشيء اللي كاين ما كاينش شي حاجه سبيسيال. بيان سور يكون طويل حيت ما يمكنش بحال هكا نقدر نفصلو الا ما لقيتوش. He left no time to regret, keep his way with a simple simple. We only say goodbye in words. I die 100 times. You go back to her and I go back to blood.